مشاهدي لو 360 مرحبا بكم في حلقة جديدة من الجران فورما. اليوم نستضيف وزير النقل واللوجيستيك سي محمد عبد الجليل في حوار سيهم أولا مشكل المحروقات ثم الدعم للمهنيين وقضايا أخرى مثل الإصلاح قطاع النقل ثم مشكلة الحوادث السير. بقوا معنا تشاهدوا هذه الحلقة. سيد الوزير مرحبا بك. شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم في مقر وزارة النقل واللوجيستيك سي شاكر. غادي أول سؤال ديالنا وهو بعض الأصوات تقول أن السي عبد الجليل من نهار تعيينات الحكومة يتكلم القليل ساكت. نعم سي شاكر، مو هاد غير نرجعوا للظرفية اللي تعينت فيها الحكومة. تنظن بانه الكل تيتذكر اننا اولا تعيننا في وقت كوفيد، كانت مازال الجائحه وارده، ثم كان خصنا نشتغلوا بسرعه باش نخرجوا من الازمه، غير انه ملي خرجنا من الازمه ديال كوفيد دخلنا في ازمه اخرى كبيره اللي تعرفها وتعرفها الجميع، وهي الحرب الاوكرانيه والتداعيات ديالها على السوق العالمي ولا سيما على السوق العالمي ديال المحروقات الى اخره. فارتئينا في التواصل، يعني نركزوا اولا على التواصل المباشر مع المهنيين باش نتجاوزوا الازمه الثانيه اللي وقعنا فيها. وايضا شفنا بانه الاجوبه على التساؤلات ديال المواطنين في السنة الأولى للحكومة اخترنا نجاوبوا عليها داخل البرلمان ونجاوبوا عليها خلال يعني الحلقات ديال الأسئلة والأجوبة. نعم، عدم التواصل ماشي غير لكم، هو الحكومة عامة يعاب عليها أنها ما تدخلش المواطن تفسر له، ما كاينش لقاءات صحفية، ما كاينش لقاءات تلفازية، النقاش محصور فقط في المجلس الحكومي وفي البلاغات. يعني الخيار ديال التواصل ديال الوزارات يبقى كل وزير تيختار الطريقه ديالو ديال التواصل. انا اللي نقدر نقول لك هو انه ركزت خلال السنه الاولى على التواصل المباشر مع المهنيين لانه كنا عايشين واحد الازمه حقيقيه. بالنسبه للمواطن اختارينا نبقاو منحصرين في الاسئله والاجوبه البرلمانيه، ولكن بالطبع كيف تكلمتي عليه ملي كانت شي معلومه مهمه خرجنا بالبلاغات، وكاين يعني التواصل عبر واش كاين واحد الحس ديال النبط ديال لو بول بحال اللي تيقولوا ان المواطن تتسمعوا له كحكومه كوزاره. بالطبع بحال دابا فيما يخص قطاع النقل فالتواصل المباشر مع المهنيين هو النبض، لانه شكون اللي تيقدم الخدمه للمواطن من غير المهنيين؟ فاحنا راه اجتمعنا معاهم اكثر من 60 اجتماع، وتنظن بانه بلا ما ندخلوا في التزايدات يعني الوزير اللي تواصل مع المهنيين الاخطر في هذا القطاع هذا هو محمد عبد الجليل. غادي نرجعوا لهذه النقطه. كاين واحد الربعه ديال الاضرابات، اضراب ديال الموثقين، اضراب ديال المحامين، الاضراب ديال العدول. هذه الربعه ديال الاضرابات كلها منصبه على قانون الماليه اللي هو داز الان الغرفه الثانيه وتصوت في الاولى، وكلها عندها علاقه مع الضرائب ومع القانون الخاص لكل مهنه. هذه الاضرابات هل تزعج الحكومه ام لا؟ انا الاضراب اللي يقدر يزعجني هو الاضراب ديال النقل، وكاين اعلان على اضراب وطني من بعض الهيئات يوم 21. انا اللي بغيت نقول هو انه الباب ديال الوزاره مفتوحه، المشاكل ديال المهنيين تنتصنتوا لها وتنصغاو لها وتنجربوا نلقاو معاهم الحلول الايجابيه اللي تتخليهم يعملوا بكل ارتياحيه.
هذا ما يمكن لي نقول في باب الاضراب. اما الاضرابات القطاعيه الاخرى سي شاكر ما عنديش هذاك الترمومتر هذاك الترمومتر ولكن يعلن على انه كاين ازمه طبعا ولكن كاين حريه ايضا كاين الحريه ديال الاضراب وكاين الحريه ديال التظاهر وكاين الحريه ديال التعبير عن المواقف وتقدر تكون المواقف ديال البعض يعني ماشي في نفس الاتجاه ديال المواقف ديال 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 الحكومه وهذا طبيعي وحيوي. ندوزو للسؤال ديال الانتماء ديالكم السياسي. البعض يتساءل هل السي عبد الجليل هو فعلا استقلالي قح؟ وكاين لي بعض الاصوات داخل الاستقلال تقول ان عندها الاسبقيه كانت باش تكون وزير ووزيره قبل منك. الشق الثاني ديال السؤال الكل يمكن له يشوف بانه عنده احقيه في التعيين الى اخره وهذا يعني موقف شخصي ديال كل واحد. بالنسبه للانتماء الحزبي ديال محمد عبد الجليل انا بغيت غير يعني هذه فرصه باش نقول شنو هو المسار ديالي. انا كنت تلميذ مغربي تنقرا هنا كانت عندي رغبه باش نمشي ندرس الهندسه مشيت بحال واحد العدد ديال الاصدقاء ديالي ندرس الهندسه في فرنسا تخرجت من المدرسه ديال القناطر والطرق ديال باريس كيف تتعرفوا هذه المدرسه هذه الخريجي ديالها وديك الوقت كثر من اليوم كنا تنتخرجوا باش ندخلوا نخدموا في المغرب الخريجي ديال هذه المدرسه هذه الاغلبيه الساحقه ديالهم كانت تدخل الاداره بحكم ان بحال دابا على سبيل المثال السي محمد الدويري الله يذكره بخير كان اول مهندس ديال خريج هذيك المدرسه واول مهندس اللي كان يعني وزير التجهيز بالمغرب فلما دخلت المغرب كنت ديك الساعه تقربت من الاداره وكنت شفت سي شاكي بن موسى الله يذكره بخير كان ديك الساعه هو على راس المديريه ديال الطرق كما كنت شفت ايضا المدير العام ديال طرق السياره ديك الوقت وكنت شفت بعد يعني الشركات الخواص الى اخره فدخلت نخدم في القطاع الخاص بحكم واحد العدد ديال بحكم حقيقه يعني عوامل شخصيه اكثر من عوامل مهنيه فدخلت خدمت في واحد الشركه فرع ديال شركه فرنسيه في البناء وباش نكون يعني صريح كل الصراحه ما كنتش تنهتم بزاف بالحقل السياسي ديك الوقت ولكن تحت لي الفرصه باش ندخل نخدم مع كريم غلاب في وزاره التجهيز والنقل سنه 2003 وبالطبع ملي دخلت للاداره بديت تنهتم يعني بالحياه العامه وبالطبع بالسياسه هو اللي جابك الحزب الاستقلال غادي نقولوا بانه هو اقترح عليا نلتحق به باش نعمل معاه في الوزاره ولكن ملي جابني للوزاره داكشي اللي ردني نهتم بالحقل السياسي وندخل الحزب الاستقلال علاش لانه انا من الطبيعي واحد الوقت بغيت نلتحق بواحد الحزب والتحقت بالحزب ديال الاستقلال لانه هو الحزب الطبيعي بالنسبه لي لانه كيف واحد العدد ديال الناس تعرفوا انا نشات في واحد الاسره استقلاليه وكثر من داكشي انا يعني عشت كثر من 7 سنين في المنزل ديال جدي الله يرحمه اللي كان يعني من المناضلين والمؤسسين ديال حزب الاستقلال الحاج عمر الله يرحمه فكان من الطبيعي انني نمشي لحزب الاستقلال دخلت لحزب الاستقلال عن طريق لاليونس دي زيكونوميست استقلاليه اللي كان تيديرها ديك الساعه سي عادل الدويري ولكن بالطبع انا كنت ديك الساعه ايضا وليت مدير عام ديال مكتب استقلال الموانئ فكان تيبان لي من الموقف ديالي انه من الصعب نعمل كمدير وتكون عندي واحد الحضور سياسي كبير فبقيت شويه اللور كنت نعمل مع الزملاء ديال لي زيكونوميست الاقتصاديين بون ما بروميير كارت ديال الاستقلال خديتها في 2012 افكتيفمون اذا استقلالي طبيعي ما كاين مشكل الان غندخلوا للاختصاصات ديال الوزاره ديالكم سي محمد واول حاجه اللي تتبادر للذهن هي المحروقات الان بغيناك تعطينا واحد الحصيله ديال المستفيدين ديال داك الدعم للمهنيين بغينا نعرفوا لحد الان شحال هما واش 180 الف بحال اللي تيقولوا البعض واش 200 الف شحال دفعتيو ليهم وشحال هذا الدعم غيستمر تنين الا بقات هذه الاستمراريه بغينا نعرفوا تنين غادي تمشيو
قبل ما نتكلم على العدد ديال المستفيدين، بغيت نوضح للمواطن ان هذا القرار هذا ماشي قرار ديال وزاره النقل، ولكن قرار حكومي. القرار ديال التدخل تخاد من طرف الحكومه. لا ما ترجعنيش للور، ما نرجعش للور، قول لينا. ولكن غادي دابا للقدام، ولكن مهم المستهدفين اللي كانت تتشوف الحكومه بانهم خصهم يتوصلوا بهذا الدعم الاستثنائي، كنا حسبنا تقريبا 180 الف مركبه، لانه المركبه هي اللي تتستهلك. من هذيك 180 الف مركبه نقدروا نقولوا انه هذه الدفعات السته اللي قمنا بها وصلت لما يقارب 165 الف من المركبات المستهدفه. البعض ديال المركبات ما كانش فيه يعني الظروف باش يتوصل بالدعم، والبعض الاخر فيه مشاكل تنحلوها كل نهار مع المهنيين هنايا في مقر ديال الوزاره. اذا تقريبا هذا الدعم اللي شحال هو وصل دابا الى حد الساعه؟ الدوله غادي تكون صرفت ما يناهز 3.5 مليار درهم من شهر 3 الى يومنا. دونك شهر ديال نوفمبر غيكون شهر ان شاء الله، ديسمبر حتى هو على حسب المستوى ديال المحروقات وعلى حسب لا يعني اذا استمرت الحاله. ايوا اذا استمرت الحاله واش غتبقى ولا تقطعوا؟ اذا استمرت الحاله من انا تنشوف بانه من الضروري قبل ان ناخذ اي قرار في هذا الموضوع نجلسوا مع المهنيين ونشوفوا شنو هو القرار اللي غادي يكون مناسب. اش تقول للمهنيين؟ واش المهنيين انا تنقول لهم، ولكن ماشي غير تنقول لهم، تنسمع منهم وبغيت غير احنا راه بغيناش لا لونغ دو بوا. اي سي با اون لونغ دو بوا، لانه بعض المهنيين تيقول لك هذا الدعم هذا غير مفيد. اي غير قليل. لا لا لا، كاين اللي تيقول لك غير مفيد اصلا، كاين اللي تيقول لك هذا الدعم هذا خلق لي مشاكل مع الزبناء ديالي، لانه انا بحكم انه النقل ديال البضائع على سبيل المثال الاثمنه ديالها محرره، ملي تنمشي انا باش نتكلم مع الزبناء ديالي ونقول لهم راه خصنا نعيدوا النظر في الاثمنه ديال النقل، تيقولوا لي لا انتم ما عندكم الدعم ديال الحكومه، ما تزيدوش عندنا في الثمن. لا غنمشيو بالمنطقه السيد الوزير، المنطقه تيفرض على انه الدعم، إذا كان الدعم هذا ماشي فعلا راه الحالة صعيبة، ما يمكنش هو يستغنى عليها ويمشي يناقش الأثمنة الحرة ديال النقل، ما يمكنش. خصو دعم. هذه النقطة هذه الله يخليك باش المواطنين يفهموا مزيان، كاين بعض الأصناف ديال النقل الطرقي اللي الأثمنة ديالها محددة من طرف الحكومة، هادو معروفين، سيارات الأجرة، الحافلات داخل المدن والحافلات خارج المدن، هادو الأثمنة ديالها مقننة من طرف الدولة. أما بالنسبة للنقل ديال البضائع، كاين تبارك الله 80 ألف شاحنة وما يزيد عن 70 ألف مهني، والتحرير ديال الأثمنة ديال هذا النقل هذا راه تم في 2006. فمنذ 2006 إلى يومنا الثمن ديال النقل تيتفقوا عليه النقال والشاحن بدون تدخل ديال الحكومه. الحاجه اللي وقعت هو انه الثمن ديال المحروقات كان كيف تتعرفوا فيه المقايسه، ما كانش تيتحرك. واحد الوقت المقايسه تحيدت والاثمنه ديال المحروقات بدات تتحرك، غير انه بقات في واحد المستوى ستابل عدد واحد العدد السنين. اللي وقع في هذا العام هذا هو انه الثمن طلع، وطلع بواحد الطريقه سريعه، وطلع بواحد الطريقه واحد الارتفاع كبير. فهذاك النقال من النهار اللي غد ليه صبح داكشي اللي تيدخل في الكورسه ديالو ديال النقل ما بقاش تيغطي على الثمن المحروق. اذا انت تاكدوا هاد الناس خصهم يتزادوا اليوم، ولكن صبار، هو خصو يمشي يشوف الزبون ديالو باش يتفاهم معاه، غير انه هذاك الوقت باش يتفاهم هو والزبون خصو السوق باش تعاود يرجع لواحد ليكيليبر جديد خاصو الوقت. المهنيين قال لك حنا ما يمكنش نبقاو تندفعوا الفلوس على ما السوق يتقاد، هي علاش دخلنا نعاونوهم حنايا باش يبقاو مستمرين، باش السلاسل ديال التموين تبقى ماشيه الى اخره. واش دابا غنزيدوهم ولا ما تزيدوهمش؟ غنزيدوهم ولا ما نزيدوهمش؟ فاش في هذا الدعم مستمر.
هذا راه علنات عليه، علنات عليه الحكومه بالاثمنه اللي غادي تقرر الحكومه في الايام القليله المقبله. اذا يقدروا يطمئنوا ان شاء الله. انا تنظن بانه غادي يكون اطمئنان، لانه باش مما كان الحال التواصل موجود، هذا هو اللي خصو يطمئن الناس. نعم. بالنسبه لهذا الدعم هذا راه هو بحال قلتي نوعا ما كان اكسبسيونيل، كان استثنائي، ولا دابا تقريبا في دوامتين في هذا. الى اي حد انت تشوف هذه الازمه هذه؟ كاين جوج ديال الحوايج. العمليات ديال الدعم الاستثنائيه تقررت بانه يعني تبقى سايره، المفعول ما حد الاثمنه ديال المحروقات كانت مرتفعه. هذا ما تيمنعش بانه اليوم خصنا نعاود نجلسوا مع المهنيين ونتكلموا معاهم على الطريقه ديال الاصلاح ديال القطاع باش يولي هاد المحروقات يعني زياده او نقصان فيها طبيعي. في هذا المجال هذا الوزاره تتقوم باعداد مشروع قانون. هذا المشروع ديال القانون سميتو مشروع القانون ديال المقايسة. هاد المقايسة شتكم خدمتي وديروها؟ لا لا لا، هذا بديتي وبيه نهار تعينتي وقلتي وحنا غنديروه. دابا ما شفنا والو. غير والو شاكير، غير سي شاكير، القوانين عندهم مساطير ديالهم. واش كاين شي حد اللي أولويات كيحبس هاد؟ لا لا، ما كاين حتى شي واحد اللي ما كاينش. كاين الأولويات، كاين الأولويات تيقولوا رئيس الحكومة. كاين الأولويات خصهم يسولوه، أنا ما في باليش. كاين أولويات في البرمجة ديال القوانين. الاولويات ديال هذه الحكومه هذه راها معروفه، اولويات اجتماعيه تتخص الصحه، تتخص التعليم، تتخص التوسيع ديال التغطيه الصحيه وديال التغطيه الاجتماعيه الى اخره. فبالطبع في البرمجه ديال عندك شي اجندا في البرمجه ديال 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 القوانين. هذا القانون هذا ديال المقايسه يعني ما دخلش مع القوانين الاوليه، ولكن كاينه اليوم نسخه متوافق عليها ما بين القطاعات الحكوميه، ارسلناها لرئاسه الحكومه باش نقدروا نفتحوا المجال للتواصل والتبادل في هذا الموضوع هذا مع المهنيين في الاسابيع القليله ان شاء الله الرحمن. نقدروا نقولوا قبل من نهايه هذه الولايه؟ نتمنوا قبل السنه. لا قبل اخر السنه ان شاء الله. قبل اخر السنه، قبل ما اخر السنه نتمنوا قبل من اخر السنه نقدروا نتقاسموه مع المهنيين باش يعطيونا وجهه النظر ديالهم، وعاد ديك الساعه ندخلوا للمسطره. دونك مازال عنده شهور. يعني بروميي يعني بروميي تور كون فيغ افيك لي بروفيسيونيل. كوم. ايوا اون اسبيغ لو فيغ افون لا فان دو لاني. افون لا فان جي با دو دات اونكور. باقي غير هو بدا وي سي سي راه الموتور والمحرك خدام. راه محطوط فوق العافيه. نعم. ندخلوا لبعض الاصلاحات اللي بغيتي تدخل على القطاع. واعتقد تكلمتي عليهم غير هنا مؤخرا، هما ثلاثه فيهم ثلاثه ولا اربعه ديال النقاط. من الاولى وهي ذاك الرؤيه ديالكم الاشكاليه ديال ذاك النقل ديال العربات اللي عند الحموله ديالها تتشابه، ماشي لا النوع ديال العربه والنوع ديال الشاحنات هي نفسها، ولكن الحمولات تختلف. اعتقد هذا وحده من هاد المشاكل. هذا الموضوع هذا حقيقه ماشي الوزاره يعني اللي خداته ك يعني اولويه. هذا المهنيين ديال القطاع اللي قالوا لنا ودي حنا بغينا نحدوا من المشكله ديال تجاوز الحموله، لانه تجاوز الحموله على الطرقات تتخلق مشكل بالطبع للبنيه التحتيه، ولكن تتخلق ايضا مشكل للمقاولين، بحيث انه البعض منهم باغي يحترم الحموله والبعض ما تيحترمش الحموله، وداك الساعه تولي واحد المنافسه غير شريفه. فقالوا لنا الله يجازيكم بخير، بغيناكم تحلوا لنا المشكل ديال هذه الحموله المتجاوزه. غير انه البعض من المهنيين تيقول لك ولكن قبل ما نحلوا هذا المشكل هذا خصكم تحلوا لنا المشكله ديال العربات. غير معقول جوج ديال الشاحنات اللي عندها نفس يعني نفس البنيه ما يكونوش عندهم نفس الحموله المقبوله. فحنا حقيقه عملنا مع المهنيين، المديريه ديال الطرق اجتمعت معهم واحد العدد ديال المرات. نعم. وغادي نعاود نلتقاو، غادي نعاود نلتقاو ان شاء الله قبل الماتم ديال هذه السنه باش نشوفوا واش كاين حقيقه
حل لهذه الاشكاليه هذه. نعم، بالنسبه للجوء للمهنه حتى هي هذا مشكل لا وليتي اللجوء للمهنه. وي اللجوء للمهنه ايضا كل شيء بغى يولي سائق. لا اللجوء للمهنه ماشي 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 السائقين المهنيين اللي ما جاتش في الموضوع ديال السائقين المهنيين، جات في الموضوع ديال النقال المهني لو ترونسبورتور بروفيسيونيل. الحاجه اللي كاينه هو انه البعض مسجل وما بقاش يؤدي مهمه النقل بحيث انه ما عندوش الشاحنات، ولكن ما زال تيدخل في العلاقات بين الشاحن وبين المقاول، وهذا ما يجعل بعض الناس يقول لك اودي خصكم توضحوا الطريقه باش الناس يقدروا يولجوا للمهنه وخصهم يخرجوا ملي ما بقاوش تيتزاولوا هذه المهنه هذه باش ما يوليوش عندنا دي زانترميديير كي كري دي بيرتورباسيون. كاين شي احصائيات ديال هذه المهنه هذه شحال من تقريبا شحال من لا معلوم عندنا كاع الاحصائيات، الاحصائيات ديال النقاله ديال البضائع تقريبا عندنا شي 70,000 او شويه اكثر ديال الشركات. ما عنديش هكذا في الذاكره ديالي العدد ديال يعني السائقين المهنيين، ولكن تنظن بانه شي غادي تكون على الاقل 160 او 180 الف شخص. تنواكبوا المهنيين ديال زعما الشركات المقاولين الذاتيين او المقاولين اللي تيعملوا في هذا القطاع هذا، ولكن تنواكبوا ايضا السائقين. المواكبه ديال السائقين تجي من باب اخرى، تجي من باب التكوين والتكوين المستمر باش الكل غدا تكون عنده البطاقه المهنيه ديالو. باقا تتصرف الوزاره على هذا التكوين؟ التكوين هذا التكوين المستمر لا زالت الوزاره قررنا يعني نواكبوه مازال ونبقاو غاديين فيه. هو يعني تيكلف واحد تقريبا 100 مليون ديال الدرهم سنويا للخزينه. نعم، احنا تنتكلموا على هذا الموضوع ورجع لي في البال ان هناك مثلا عند المهنيين ما يسمى بداك لي زاغريمون، ومنين درتيو هذا دعم كاين اصوات تشتكي ان هذاك الدعم ما تيوصل غير فقط اللي عنده لاغريمون، ما تيمشيش للشيفور وما تيمشيوش للجميع من يركب هذا القطاع ديال هذاك النقل ديال ذاك اما الطاكسي ولا الشاحنه. ماذا تقولون في هذا الموضوع؟ الو، اولا باش نوضحوا الامور، لاغريمون ديال الشاحنه ما كاينش، تلغى في 2006 ما كاينش لاغريمون ديال الكاميون نقل البضائع. ما فيش لاغريمون هادي بعدا ليبر، سي ليبر اللي عنده اللي بغى يستثمر في هذا القطاع هادو، هذا خصو غير يحترم واحد دفتر التحملات، وديك الساعه راه تيرقم الكاميون ديالو وتينوض يخدم. بالطبع خصو يعني يلتزم بجميع القوانين من قوانين السير الى اخره. بالنسبه ل لي زاغريمون اللي تكلمتي عليهم، تنظن بانه ديال الكيران لا، تنظن بانه المشكل الحق هذا اللي تكلمتي عليه جاي في قطاع سيارات الاجره، ماشي في الاطار ديال التاكسيات ديال الحافلات، جاي في الاطار ديال التاكسيات الكبار والصغار، لان هو المنظومه ديالهم شويه خاصه. كاين مول المعدنيه، كاين مول الطاكسي، وكاين مول الطاكسي اللي تيسوق الطاكسي بيديه، ولكن كاين مول الطاكسي اللي تيسوق بيديه ويسوقوا معاه ناس اخرين او تيعطي للناس يصوبوا، وعندهم واحد العلاقه التعاقديه بيناتهم. هذه العلاقه التعاقديه اللي كاينه احنا ما يمكنناش مع وزاره الداخليه، ما كانش من الممكن يعني ندبروا الدعم تلقائيا للسائق. فالقرار اللي اتخذ هو انه مول السياره هو اللي تياخذ الدعم، وهو اللي خصو يوزع هذا الدعم حسب العلاقه اللي عنده مع السائقين ديالو. إذا كان هو تيسوق 8 السوايع والاخرين تيسوقوا 8 السوايع، غادي ياخذ النص ويعطيهم النص. كانوا هما بثلاثة تيسوقوا خصهم يعطيهم كل شيء. لا لا، دابا الواقع ماشي هو هذا سيد الوزير. أنا ما عنديش شيء فقط لهذاك اللي عنده الكريمة. لا خطأ. حنا تنركبوا في الطاكسي. ماشي مول الكريمة، مول الطاكسي. الشيفور ما تياخذش. حتى أنا تنركب في الطاكسي وحتى أنا تنعرف الطاكسي. زعما كاين هذه القضية تنركب في الطاكسي. تنعرف مالين الطاكسيات. لا بصح سيد الوزير تتركب في الطاكسي. ملي وليت وزير ما ركبت في الطاكسي. ايوا دابا خصك تركب وتسمع الشيفور شنو يقول. لا ماشي الشيفور، دابا دابا ما تعطيونيش وانا تنخدم. دابا اسمح لي، دابا انت يمكن الكلام ديالي ما وصلش مزيان.
قلت لك كاين ثلاثة هاد المتدخلين ماشي زوج، ثلاثة هاد المتدخلين، كاين اللي عنده المأدونية قريمة، كاين اللي عنده تاكسي مالك السيارة، وكاين السائق. فحنا ما تنعطيوش المول المأدونية، تنعطيو لمالك السيارة اللي في سميتو السيارة. هذاك السيد يمكن له يكون تيسوق التاكسي بيدو، ويمكن له يكون عنده تعاقد او اتفاقيه عمل مع سائقين. هذوك ما تياخذوش. لا، هذاك بينه وبيناتهم. وشنو قلنا؟ لانه الناس اللي تياخذوا الفلوس راهم تيلتزموا باش يعطوا الفلوس للناس اللي تيديروا البنزين في السياره. اذا ما يعني ما تعطاش اي، تيبقى مشكل ما بين السائق وهذاك السيد، وخصهم يشوفوا كيف يحلوا المشكل. فهاد النقطة هذه، الطرق باش يحلوها. هاد النقطة هذه ديال الكريمات، ما تتشوفوش انه وصل الوقت باش ما يبقاش هاد الريع وتوقفوا هاد الكريمات؟ ما تقوليش راه وزارة الداخلية هي اللي مكلفة بهم. شنو الرؤية ديالكم؟ كيفاش ما نقول لك واش وزارة الداخلية؟ لا تقول لي لا، هذا أمر لا يهمني. لا لا، ماشي أنت راك مكلف بالنقل. دابا ماشي المهم باش نتفاهموا مزيان. حنا عندنا تاريخ، وكاين بعض الحوايج اللي هي تاريخية وقديمة، وكاين بعض المأدونيات اللي تعطاو في وقت المرحوم محمد الخامس الله يرحمه. هاد الطريقة باش هاد القطاع خدام اليوم يمكن خص يتعاد فيها النظر، لأنه الوقت تطورت ولا هادشي متجاوز. ولكن الحاجة اللي كاينة هو أنه إلا خديتي هاد النقطة هادي كنقطة مدخل إعادة الهيكلة ديال القطاع، ما غاتزيدش. راه جربوها واحد العادة ديال الناس قبل منه ما توفقوش. لا، ما نديروش الشركات. انا تنشوف شي، لا انا تنشوف بانه اللي تيهم المواطن الوطني هو تكون عنده منظومه ديال النقل اللي تتخليه يتنقل يوميا في ظروف ديال الجوده وفي ظروف ديال السلامه وبثمن معقول. اما واش فيه كريمه ما فيهش كريمه الى اخره، تنظن بانه المواطن اللي تيهمو هو يتنقل. تنظن بانه المواطن اللي تيهمو دابا واش كاين كريمه في هذاك الترامواي ولا ما كاينش كريمه، ولا شنو كاين في الكونطرا، معلوم من الطبيعي كاين. لا ما متفقش معاك سيدي وزير، لا ما متفقش معاك، ما تكونش متفق معايا، ولكن خليني نعبر انا على وجهه النظر ديالي. اول حاجه اللي هي مهمه هو انه المواطن المغربي يكون تيتوفر على وسائل النقل وعلى التنقل اليومي، ويكون هذاك التنقل كيف قلت جيد وسليم وبثمن معقول. وراه المنظومه، اسمح لي، المنظومه وكيفاش يمكن لك تدبر المنظومه هذه راه تتغير شويه بشويه. يا باش نتفاهموا، لانه عاوتاني ما نخليوش الناس يشوفوا بانه بحال ان احنا واحد القطاع اللي هو كارثي ولا ما صالحش الى. وراه شي كارثي. لا اسمح لي بزاف، اسمح لي طرقيه. انت تكلمتي بزاف، انت دابا عطيتي وجهه النظر ديالك، عطيني انا نخلينا وجهه النظر ديالي. انا تنعرف المغرب، عشت دابا انا عايش هنايا في المغرب، ملي رجعت من المدرسه وانا تنعيش هنايا في المغرب. انا ما يقدرش شي واحد يقول لي بانه النقل والتنقل ما تحسنش خلال هاد 20 سنه السابقه، ما نخلي حتى شي واحد يقولها. وغادي نعطيك بعض الامثله، والا قدر شي واحد الا واخا، ولكن مهم ولكن لا، الا بغى شي واحد يعني ينفي هاد الشيء مرحبا. ناخذ السكه، النقل السكاكي خلال ال 20 سنه الاخيره راه عارف واحد النقله، واحد القفزه النوعيه خياليه، وتعترفوا بها جميع المواطنين، وتعترفوا بها الناس اللي تجيو على برا. نعطيك مثال اخر، الشبكه الطرقيه وطرق السياره. انا تنفتخر بالطرق السياره المغربيه، والاجانب اللي تجيو للمغرب اللي تنتلاقاو تيقولوا هذا الشيء. اسمح لي، الله يكثر خيرك. النقل الجوي وصلنا ل 25 مليون ديال المسافرين، كنا غير 12. الموانئ، ميناء طنجة المتوسطي 100,000 منصيب شغل اللي تخلق بفضل ميناء طنجة المتوسطي. الموقع ديال المغرب كدولة من الدول الأولى اللي تتصنع السيارات اليوم، هذا ما كان ممكن إلا بفضل الميناء وبفضل الربط ديال الميناء بالسكه الحديدية. اليوم السيارة اللي تتصنعوا في القنيطرة كيفاش تمشيو من القنيطرة للمطار؟ تمشيو على السكه الحديدية. النقل داخل المدن، من
يعني اختصاصات المدينه تحت الوصايه ديال الداخليه. فنقدروا نشوفوا بانه تنقل في مدينه الرباط، تنقل في مدينه الدار البيضاء، تيتحسن 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 كارثه. المحطه الطرقيه الكيران عندهم كثر من 20 عام. واش مشيتي للمحطه ديال طنجه؟ و 20 عام. لا واش مشيتي واش مشيتي للمحطه ديال طنجه؟ انا تنشوف هاد القضيه ديال العاصمه. لا شوف العاصمه تحكم مثلا هذه ديال بعدا ديال ديال الرباط ان شاء الله غادي غادي تحل الجديده وغادي تشوف ان شاء الله المستوى اللي غادي يكون فيها. شوف ما تنقولش بانه كل شيء في المستوى اللي يرغب واللي يحب المواطن المغربي. تنقول بانه انجزنا منجزات مهمه ومازال خصنا نزيدوا باش ننجزوا. بحال دابا تكلمتي على القطار، القطاع ديال الحافلات. اي عندنا حافلات ديال الشركات، عندنا شركه، عندنا تنوجدوا اليوم واحد المشروع ان شاء الله باش نحسنوا من سميتو النقل العمومي عبر الحافلات. كاين ثلاثه ديال الحوايج اللي خصك تخدم عليها. الحافلات خصك تخدم على المحطات الطرقيه، وخصك تخدم على المهنيه ديال السائق. حنا خدامين تنوجدوا واحد البرنامج باش ندخلوا من خلال واحد ربع السنوات باش نديروا واحد النقله النوعيه، باش كما اليوم تنفتخروا بالقطار من بعد ربع سنين ان شاء الله نقدروا نفتخروا بالحافلات. هذاك البارك ديال الكيران ديال الجديد ديالو البارك فين وصل؟ رينوفيلمون دو بارك. دابا رينوفيلمون دو بارك فيه 250 مليون ديال الدرهم، ولكن تيخص الحافلات وتيخص الشاحنات، والعدد ديال الشاحنات كثير فما تيبانش الاثر ديالو. حنا اليوم الشيء اللي يعني نخمو فيه هو انه نخصو واحد الدعم خاص بالحافلات باش يكون واحد التغير ملموس كما كان فيما يخص سيارات الاجره. نعم، قبل ما نمشيو للمطارات، واش كاين شي مشروع ديال توسيع بعض المطارات بحال مثلا اكادير، مراكش، او انشاء مطارات جدود؟ بالنسبه للمطارات، المحطات المطاريه قبل ما تكون الجائحه كان واحد البرنامج ديال التوسعه، وكان تيهم بالاخص مراكش وطنجه وكادير، فضلا على ديال الدار البيضاء ديال الرباط اللي منطلق، وايضا ديال الدار البيضاء المستقبلي. بفعل الجائحه هذوك يعني المشاريع غير توقفات، ولكن اعاده الانطلاقه راها حيز تنفيذ. والحاجه الاخرى اللي قامت بها المكتب ديال المطارات هو انه تيشوف كيفاش يمكن له بتحسنات طفيفه وبغلافات ماليه محدوده يمكن له يقوم بواحد التحسين ديال المحطات اللي كاينه اليوم. نعم، بالنسبه للنقل السكاكي فين وصل المشروع ديال ازدواجيه السكه ما بين فاس وجده؟ لان يقال ان ذاك تخدم بالفيول، خاصه الالكتريفيكاسيون. واش انتم المكتب الوطني هو على هو يعني الرغبه ديال المكتب وديال الوزاره وديال جميع المواطنين هو تكون عندنا شبكه حديديه واسعه تتوصل الى جميع المدن، وتكون كلها مكهرباء، وتكون كلها سريعه. باقي هذيك ما تكهرباش. غير انه هذا الشيء تيخصو الماده والفلوس ديالو، والامكانيات ديال المغرب هي امكانيات محدوده، ولكن الحمد لله تستعمل في نظري باحسن طريقه. فاليوم المطلوب منا ومن مكتب السكك الحديدي ومن يعني ايضا بدعم من وزاره الماليه هو نشوفوا شنو هما الحلول ديال التمويل المبتكره باش نقدروا نمولوا هذه المشاريع هذه، لا من تثنيه ديال فاس وجده، ولا من كهرباء، ولا من توسيع ديال القطاع السائق الفائق السرعه الى اخره. فاليوم يعني الدراسات ديال هذه المشاريع موجوده، المشكل اللي اليوم باقي ما لقيناش الحل ديالو هو التمويل، ولكن غنعملوا
فهاد التمويل بالنسبه للمراكش اكادي حتى هو باقي بالطبع هادو كلهم يعني مشاريع عظمى عندهم اثار قوي على المغرب لا بالنسبه للتنميه الاقتصاديه ولا بالنسبه للتنميه البشريه غير انه المشكل ديال التمويل ديالهم تيبقى اليوم محطوط بحده هذوك الدراسات يعني بحكم ان هاد المشاريع تتحظى بالاولويه وباهتمام ويعني تجي داخل يعني في الرؤيه اللي سيدنا الله ينصرو مبينها لنا بالطبع حنا تنقوموا بالدراسات باش تكون الدراسات منجزه ويمكن لنا ننطلقوا في الاشغال غير يكون غير نوصل للتمويل. واحد المعضله واحد المشكل كبير هو ديال حوادث السير. حوادث السير ما حبساتش رغم بعض المجهودات فالمغرب يحسب انه من البلدان اللي هي الاخطر سياقه فيه في الجوار ديالو. لا ما احنا ماشي من الاخطر ولكن ماشي من اسوأ البلدان ولكن ماشي من احسن البلدان. أنا متوسط. كاين جوج حوايج، أولا الاستراتيجيات الأولى اللي كانت قامت بها المملكة مكنت من الحد من الزيادة في النزيف، كنا كل عام تنزيدوا. كانت 3500 قتلى وصلت 3800 4200 إلى آخره، بقينا غاديين طالعين كل ما كان تيتزاد في الحركية وتيتزادوا الحوادث، ولكن الاستراتيجية اللي قامت بها المملكة المغربية استراتيجية الأولى واللي جات بالنص الجديد ديال قانون السير مكنات من الحد من هذه الزيادة. الهدف ديالنا أو ما كنا نتمناه هو أنه ندخلوا في واحد تخفيض ديال عدد الحوادث السير رغم الزيادة في الحركية. هذا ما نجحناش حقيقة فيه بزاف ولو نجحنا شوية خفضنا بواحد 6-7% ولكن الهدف اللي كانت مسطره استراتيجيه جديده هو كانت 25% من بعد 5 سنين باش نوصلوا ل 50% من بعد 10 سنين. اذا اليوم اش تنقولوا وداكشي اللي قلت في البرلمان هو انه هذه الاستراتيجيه خصنا نديروا لها التقييم بسرعه باش نعرفوا شنو هما النقاط اللي يمكن لنا نغيروها باش نعاود ندخلوا في هذا المنحه يكون فيه تخفيض ديال العدد ديال الحوادث الجديد ديال قانون السير او لا هو نسيفيزم ولا شنو لا هو بالطبع كاين تعيينات اللي يمكن لنا نجيو بها في القانون ولكن المشكله ديال حوادث السير تتبقى مشكله جماعيه ومشكله وعي ديال المواطنات والمواطنين المغاربه. وبهذه المناسبه غير نذكر بانه 30% ديال الحوادث السير المميتة تيتعرضوا لها الرجلين وتيتعرضوا لها السائقين ديال الدراجات النارية. فيعني كل شيء خصو يوعى بهذه المشكلة هذه وكل شيء خصو يوعى بأنه إذا غيرنا التصرفات ديالنا سائقين أو رجلين غادي نقدروا نقصوا من هذه الحوادث والحوادث الخطيره. الان غندوزوا للشق الاخير وهو اش تشوفوا في الفريق الوطني اللي غادي يمشي لقطر؟ واش ما نكذبش عليك وما نكذبش على المواطنين، انا ما عنديش واحد تتبع خاص لكره القدم. كاع ماشي كويري ولكن بالطبع ملي تيكون المنتخب الوطني تنتبع وتنتمنى لهم النجاح الكامل. دابا ما عرفتيش خلال هذه المحطه. نعم ما عرفتيش فوقاش غيمشي؟ لا مشاو. صافي هو تتبع. لا تنتبع. لا دابا انا تنتبع لانه يعني هذا جميع المواطنين تيتبعوه. بغاو المشاهدين يعرفوا صعب الجليل اش تيدير في اخر الاسبوع؟ شنو هما الانشطه اللي تيقومها الشخصيه؟ واش عندكم اهتمام بشي رياضه او لا بالقراءه او لا ماذا شديروا في هذا الويكاند مثلا؟ انا تنظن زعما مواطن عادي ماشي عندي اسره ديالي الحمد لله وتنتمنى لجميع المغاربه تكون عندهم اسره ويكونوا فرحانين بها. فالوقت ديالي اللي ما تيكونش في الشغل تندوزو الاغلبيه ديال الوقت ديالي تندوزو مع افراد الاسره ديالي باقي الوالده الله يطولها في العمر زوجها دراري عندي وليد وبنيتها. بالنسبه للمواهب الى اخره كاين بعض الرياضات اللي تنحب السباحه
وتنبغي نعوم في البحر خاصة. بالنسبة للمواهب الأخرى واش تنقرا بزاف؟ لا ما تنقراش بزاف، ولكن كاين بعض الكتب اللي تنبغي نقراها ونعاود نقراها. سيد الوزير شكرا على هذا الحوار اللي عطيتينا، كان مستفيدا. مشاهدي لو 360 انتهت الحلقة ديالنا، نضرب لكم موعدا في أقرب وقت إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا سيدي. Merci beaucoup.